الوداد مظلومة، وباش نكونوا كلير كتر، أنا راه واخا كنت حاضر ما تفرجتش، كنت لعب بابجي أنا والقجعة. أيه تبارك الله عليكم، يعني كاترجي كاينة في التيران؟ طبعا كاينة، كاترجي كاينة والفار ما كاينش، أشهد العبات. أعوذ بالله، كاين علاش ما كاينش؟ لا هو ما خدامش. وعلاش ما خدامش؟ نساو التيليكوموند ولا شنو؟ لا، حسب ما قالوا ليا حكم الشرط بغى يشارجي تليفونو حيد البريز ديال الفار، داك الشيء علاش ما بقاش خدام. نلاحظ على ان السوق فيها زياده في الاثمان. يا ولي حال، تعرفوا البنزين دوليا البرميل وصلت ل 75 دولار، والحمد لله هذه 3 ايام راه تقريبا قل من 62 دولار. اذا من المفروض من هنا خرج شهر خاص السعر يهبط، وحنا خدامين نوعد المغاربه بلي خدامين في التسقيف، لا راه ما نسينا شيء. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial chez vous? Ce qu'il y a eu de spécial à ces fêtes, il y a d'abord la gaieté, le vivre ensemble, surtout le vivre ensemble. Parce que si vous arrêtez ici entre 15h, 16h, 17h, vous allez voir que nous avons beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, comme quand à Madagascar, on peut pas venir fêter avec nous. كنجيو لهذه المنطقه هذه كيكون عليها واحد الاقبال بزاف، وبالخصوص الغابه اللي هي معروفه الغابه الدبلوماسيه هنا في مدينه طنجه. كنجيو كندوزو هذا النهار مع العائله، مع الاخوان ومع الوالدين، كنستمتعوا هنا، كيكون واحد الجو اللي هو رائع بزاف. هذه المواضيع اللي تم النقل ديالها من المقر الاكاديمي الجيو والتنميه والتكوين من جهه طنجه تطوان الحسيمه نحو مركز الامتحانات الاقليمي بالمديريه طنجه اصيله، بطبيعه الحال المصالح الامنيه سواء الدرك الملكي او الامن الوطني صاحبونا في هذه العمليه هذه من اجل تامين وصول هذه المواضيع. المهم جينا هذا النهار نشاركوا في هذه المبادره. بالنسبه للتلاميذ ديالنا قدمنا لهم التمر والحليب، وحتى الاباء حتى هما، وجينا هنايا باش نحفزوهم ما تبقاش فيهم الخلعه، وكنتمنى يدوز كل شيء على خير. كيفاش كان الاحساس ديال تونس فاش قررتوا تعاودوا المباراه؟ هو احساس صعيب، خصوصا انه نهار العيد الناس دور تسلم على العائله، والرئيس ديال الترجي دور يجمع في الميداليات من عند اللعابه. هاد الناس اخويا كيتكرفصوا علينا هاد المره، كل مره زيد ساعه نقص ساعه، زيد ساعه نقص ساعه. علاش ما يفيكسيوناش بحالنا بحال عباد الله؟ توقيت قديمة هو حنا ما عندنا حتى شي ربح في هاد الشيء هذا، كل مره زيد ساعه نقص ساعه، حشومه كاع عيب. مو سا نو مو ديرونج با دو شانجي دور. Nous, enfin moi je viens de France et en France il y a les changements d'heure deux fois par an. Donc voilà, j'ai l'habitude, donc moi ça ne me dérange pas.